ستويت نفديس علاش تكذب على البنت حيت تقول لها مازال حكمنا فرانسيس 11 12 13 14 بلا ما تطيحوا لي خشام باسكو كون جمعكم في زوج تقاموا عليا ساندويتش ديال الطاكوس السلام عليكم مرحبا بكم خوتي صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا الرد من الجزائريين الأحرار على المراركة العياشة اللي طاولوا على الجزائر خوتي. ما تراطوش تبعوا معنا حتى النهاية، ما تنساوش لين لايك البارطاج، اللي ماش مشترك يشترك وفعل زر الجرس، ودائما وابدا تحية بلادنا الجزائر. نبداو بسم الله خوتي. 1 2 3 نبوسو يدين لغوة محمد سيس ما يحكمناش رئيس 5 6 يحكمنا رئيس ومشي ملك سونسيس بيتو تجيب الرعشة يو تبيتك بالعشة وما خمنتيش لو كان يعول عليك حق ربي غير تحكمك الدهشة. ألو صاحبي. وي صاحبتي. كلم عليك رئيس الجزائر اشنو سميتو؟ قولي لي انت الاولى شنو هو مصدر رزقك نقول لك شنو سميتو ومن بعد نقول لك. لا صافي بلا ما تقولي لي من بعده، هذيك هي سميتو مع استبدال بطاقة طبعا. المهم هذا الرد الاول من عند خونا الجزائري على هذه المروكيه اللي كانت حابه تطاول على الجزائر وعلى الرئيس على الجزائر، قصفها على المباشر خوتي. زيدوا تبعوا شلنا الحداد ندخلوا ندقدقوا طاسيلتهم نزيدوا فيهم 1.5 مليون لوج سيدهم حلال بالحداد خليه يدخلوا يدقدقونا بطريحه سيدهم. شوف انا ما نعرفش نضرب، نسات على الجزائر ماشي رجلاوات ما يضربوش، عندنا لسان طويل بعد تكلوا على رجالنا الله يبارك. حنا خلو رجالنا يهددوا، خلو رجالنا يقولوا حلوا الحداده وندخلوا عليهم ونصدموا ونديروا، بصح حنا جامي داروها، جامي قالوا الجزائريين حلوا الحداده نروحوا نضربوا المغاربه، باسكم ضاربينكم في بلادنا، راكم مليون وحاجه في الجزائر، راكم هنايا منا، كي تقولي ماماكم فرنسا وراكم كيما تخافوا من فرنسا، حنا فرنسا اللي درنا لكم القدر فيها، حنا استقلينا منهم، انتم 6 ملية لازم تستقلوا منا باش نضرب لكم تعظيم سلام. حروا 6 ملية كيما حنا حررنا الجزائر من فرنسا، واليوم حنا اللي مستعمرين فرنسا، حنا اللي قاعدين فيها بقدرنا، وفرنسا عطيتنا قدر حنا عاطينها قدر. اما الطريحه ما فين حنا نعطيكم الطريحه، واش نتوما تعطونا الطريحه؟ وحشميتي مع تحيه الجزائر وتحيه عمي تبون موتوا بالسم. المهم كيما شفتوا الرد من عند اختنا الجزائريه على هذه المروكيه، سمحتوا المروكيه قالت لهم حلونا حداده ندخلوا نعطيهم طريحه، يعني المراركه يدخلوا عندنا ويعطونا طريحه على بالنا كنا نحلوا الحدود. تدخلوا من كثرة الفقر والجوع تهربوا لبلادنا باش تعيشوا ماشي باش تعطونا طريحة، وعلى بالنا بلي نتوما ما عندكمش اصلا رجال، عندكم غير النساء اللي حابوا يترجلوا. سمحتوا الجزائرية واش قاتلها؟ قاتلها نحنايا ما نهضروش، حنا صحيح حسنا طويل النساء الجزائرية بصح نخلوا رجالنا هما اللي يتهلوا فيكم، ما التالي هذه هي، وعلى بالها بلي نتوما ما عندكمش رجال، نتوما عندكم غير اللي ينبحوا زازائي زازائي زازائي. زيدوا تابعوا خوتي لي لايك البارطاج باش يطلع الفيديو خلوه يوصل العياشه. 1 2 3 نبوسو يدين لغوة محمد سيس ما يحكمناش رئيس 4 5 6 يحكمنا رئيس وما يحكمناش ملك سونسيس سميتو تجيب الرعشه يو تبيتك بالعشه مالا شدي روحك مليح وبالك تحكمك الدهشه. الو صاحبي. وي صاحبتي. تكلم عليك رئيس الجزائر شنو سميتو؟ قولي لي شنو هو جمع تاع الخميس نقول لك شنو هو سميتو ومن بعد نقول لك. انا غنجاوبك على السؤال ديالك، مصدر الرزق ديالك هو سميتو. عيط لومبيلونس. الو لومبيلونس، عندي مانين وحبيت الليفري الخميسات اون ايرجونس. جابها لها من التالي خونا الجزائري، قصف على المباشر، هذه المروكية كانت حابة تطاول على الجزائر لكن شفتوا الرد من الجزائريين بهدلوها، يعني ولت تراند هذه المروكية بالتبهديل، بهدلت روحها هذا مكان خوتي. المهم كيما شفتوا في الأخير قال لها باللي عندي مانينوا، يعني كلمة مانينوا غادي نزيفط عليكم الخميسات وتهلوا في غاية، واحد شهرين ولا عاودوا ردوه لي. زيدوا تبعوا خوتي لي لايك البارطاج. 1 2 3 نبوسو يدين لغوة محمد سيس ما يحكمناش رئيس 5 6 يحكمنا رئيس ومشي ملك سونسيس 6 8 9 10 علاش تكذب على البنت حيت تقول لها مازال حكمنا فرانسيس 11 12 13 14 بلا ما تطيحوا لي خشام باسكو كون جمعكم في زوج تقاموا عليا ساندويتش ديال الطاكوس جيب الرعشه يو تبيت بالعشه وما خمنتيش لو كان يعول عليك حق ربي غير تحكمك الدهشه. مغربيه تضحك عليك وتضحك فيك العالم وتشدك الرعشه ويلا سير بلا فرشه. دابا انت داك النيف على بنت بلادك كي رديت عليها وما داكش النيف عليها كي كانت باركه في الخشه. كلاشي مع وليه. في الفيديو الاولى كنت كلاشي مع وليه، دابا وليت كلاشي مع زوج وليات. صاحبي. وي صاحبتي. كلم عليك رئيس الجزائر شنو سميتو؟ قولي لي انت الاولى شنو هو مصدر رزقك؟ نقول لك شنو سميتو. لا حنا ما تنجبدوش هذاك خايب السميه. وبالنسبه ليكم راه خايب السميه، اما بالنسبه لينا راهي مجرد كنيه. ما كنتاجروش بداك الشيء عشيه. لا صافي بلا ما تقولي لي من بعده. هذيك هي سميتو مع استبدال بطاقة طبعا.
قولي لي شنو هو مصدر رزقك. انا في عيني خسرتي، طحتي لي من عيني، كلاشي مع بنت. ونعاود نصحح لك، كانت بنت في الفيديو الاولى، اما دابا رجعوا زوج بنات. بهذا النيفو هذا، بالنسبه للنيفو كان لازم عليا نهبط النيفو ديالي باش نتقابلوا فاس فاس. وقول لي انت شنو هو مصدر رزقك، يلا جاوبني. دابا عجبتيني، اول مره كنتي صريح. شطيح الواي واي، شي حاجه اخرى ما كايناش. دابا حكمتيني بالواي واي. انا بروحي ما عرفتش كيفاش شطحت ديك الواي واي، ولكن كنت غير بصباعي واي 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 واي. عطيني دليل دابا اني دابا راني نتناقش مع بنت فاميليا، حيت ما بغيتش الوقت تاعي يضيع غير هكا. جعلك الخمار صح المهم كما شفتوا خوتي، هذا المروكي كان حاب يدافع على المروكية بنت بلاده. المروكية بنت بلاده ميقصفها الجزائري، جاء يدافع عليها هذا العياشي. بصح المروكية من راهي تمارس مع الكلاب في الخميسات ما غاضتهش بنت بلاده. المروكية من راهي تمارس في حي بوسبير ما غاضتهش بنت بلاده. المروكية من راهي تروح لتركو إسبانيا ما غاضتهش بنت بلاده. المروكية من تروح للخليج ما غاداتش بنت بلاده. المروكيه مي كانوا يستمتعوا بها في الكوديفوار ما غاداتش بنت بلاده. بصح كي تجي في الجزائر كيما يقولوا هما غاداتها وبغى يدافع عليها، لكن حصل مثالي قصفه الجزائري، خونا الجزائري يعطيه الصحه على المباشر، قصف على المباشر المروكي ما بقى ما يرد. يعني وليه مع وليه مثالي كيما قال لكم خونا الاولى كان مع وليه وحده زاته وليه الزوجه. يعني كيما تعرفوا زريبه طاكوس ما كاش رجال، كاين شبه الرجال وكاين النساء اللي حابوا يترجلوا. هذه هي يعني كامل النساء. زيدوا تبعوا لي لايك خاوتنا والبارطاج، نحتاج هذا الفيديو باش يطلع وخلوه يوصل لعياشه. ياك الدموع وبكيناكم. هنا عندك الحق، تاع بكيتينا مي بالضحك. اتاي شربناه في الصحراء. او خي كان حاب يشرب لاتاي في تندوف، تبدلت الحكايه درك، ولا حاب يشرب لاتاي في الصحراء الغربيه. وتالمو خاوتنا المرار كم جهلهم الاعلام تاعهم وحفظهم كلمه واحده واللي هي الصحراء المغربيه بلادو. بصح مسكين ما على بالوش باللي 20% هي مناطق محرره للبوليزاريو و80% هي مناطق محتله ليهم. ما على بالوش باللي بلادو راهي ماهيش محرره 100% كيما قراوهم. وكون جيتي فحله يا عمري راحي ادخلي اشربي كاساتي في المناطق المحرره. نزيد نقريك تاريخك، سيدك ومولاك حسن الثاني هو اللي امر يبني سياج يفصل بين المناطق المحرره والمناطق المحتله. بلادكم على بالكش بها بيزار. قلتوا المراكه حقرونا وخا مع العين، حنا ما كنحقرو حتى شي واحد. بزاف جزائريين ما يحبوش يعترفوا باللي حنايا بعد ما خرجنا من ثوره دارت 7 سنين طردنا منها الاستعمار وخرجنا منها منتصرين، باللي في ذاك الوقت من بعدها في 63 حقرونا المراكه صح، حقرونا بالعين والعود اللي تحقرو يعميك والحقره تاع الصح. كي ندي الاراضي وكون نديريها نتوما حقرتونا كيما قالها الزعيم، نعطيك الموستاش بالصح دير بهم لاتاي. المهم يا العياشي، هذه الحقيقة تحقرونا المراركة مثالي. يعني انتوما حقرتونا بالعين، انتوما شفتوا باللي الجزائر خرجت من الاستعمار مباشرة، بغيتوا تستغلوا الفرصة وتهاجموا على الجزائر وتحاولوا تستولوا على الأراضي الجزائرية، لكن في الأخير انتوما اللي خرجتوا بالراية البيضاء. يعني استسلام جا من عندكم ماشي من عندنا، حنايا كنا عاد كي خارجين من الاستعمار ومع ذلك ما سمحنالكمش باش تدوا الاراضي تاعنا. صحيح في الاولى دخلتوا وهجمتوا، بصح في الاخير خرجتوا وليتوا لزريبتكم، يعني ما قدرتوا ديروا والو لان الجزائريين رجال. كنتوا حاسبين كيما اللي عندكم يبوسوا ويرقعوا ويقولوا عاش، يعني رغم كامل اللي فوتناه مع خيرانصا ومع ذلك بقينا رجال وقفنا على بلادنا، وحتى واحد ما يتوشي اراضي تاعنا لان الاراضي تاعنا مرسومين بالدم تاع الشهداء ماشي مرسومين بال تاع اليوطي شخبط لخابط والدرابو تاع ماطيشه والنشيد تاع الله الوطن الملك ميميسيس وهو يمارس مع ابو زعتر. بلا ما تخلونا نزيدوا نخسروا في الهضره. المهم لي لايك البارطاج، وصلونا الفيديو خوتي. السلام عليكم خوتي، معكم بريميوم خويا العزيز. في غزه داروا ثوره بلا والو، صنعوا سلاح بالتيوات والصواريخ، المهم بالتيو تاع المرجع صاروخ فاهم. يعني الناس عندهم لونفي باش الغيره على بلادهم وعلى غير على الدين وعلى عندهم الشرف عندهم الرجوله، دافعوا على شرف الامه يعطيهم الصحه والله يبارك لهم. ما اللي فيها خسائر الله يرحم الشهداء. كان واحد الدوله اسبانيا مديت لها كاع الشواطئ، مديت لها نص الريف، واحد فيهم لا جامع هضر على جهاد
لا شيخ استاذ جامعي يعني بروفيسور هضر على نضال، لا شباب يعني يكونوا هكذايا شله هكذا وراحوا داروا ديزاتونتا باش يقولوا احنا هذه ارضنا، ما كاش الشعب مغيب يعني الدرجة، يعني حتى اننا نظن انهم يعني استغنوا على ارضهم. المهم كيما سمعتوا واش تكلم هذا الجزائريه العياشه، قال لكم روحوا حروا نفوسكم ولوا رجال في الاولى، رجعوا سبتهم ليا وخرجوا من الاستعمار اللي راكم فيه، ومن بعد عاد روحوا هاجموا الجزائريين كيما تقولوا نتوما، الجزائريين اللي راكم تهضروا عليهم تهاجموا فيهم نهار وانتم كي كلاب تتنابحوا عليهم الجزائريين، حروا بلادهم بالدم تاعهم وحروا بلادهم، وراهم واقفين رجال في بلادهم واحرار، ما كاش اللي يحكم فيهم ما كاش اللي يمد لهم اوامر، بصح نتوما مازال لحد الان تحت الحمايه وعبيد يعني زوج ولايات وزوج زور، وبلا ما نزيد نكمل ديتها لكم اسبانيا وفي بلادكم محتلتكم، وما كاش اللي يقدر يتكلم مع اسبانيا، وما كاش اللي يقدر يتكلم مع فرنسا، اي حاجه تبغوا ديروها في بلادكم، باش نفهمكم خاوتي الجزائريين بالنسبه للناس اللي ما على بالهمش، يعني كيبغوا يدشنوا مشروع ولا يبغوا يدشنوا اي حاجه في بلادهم لازم يعيطوا الماكرو تاع فرنسا، لازم يعيطوا له باش يجي يوقف مع ميميسيس ويدشنوها، لان راهم تحت الحمايه تاع فرنسا، كاين بزاف ناس ما على بالهمش، ديجا واحد المشروع راهم عاد كيدشنوه جا ماكرو وحضر مع ميميسيس، بالنسبه للناس اللي ما على بالهمش، عياشي لا عندك الوجه اخرج قابلني في التعليقات وقول لي راني نكذب، انا نجيب لك بالدليل باللي ماكرو كانوا حاضر ودشن معاكم من المشروع، باش نفهمك باللي بلادك مستعمره من طرف فرنسا من طرف الصوص ومن طرف اسبانيا، بلادك من كل جهه وطريق مفركته، وبلا ما ننسوا هذوك اللي راهم يجوا عندكم يستمتعوا ببناتكم على اساس راهم يعلموكم السلاح وكامل، راكم عارفينهم شكون اللي راهم ثاقبينكم بلادكم، زيدوا تبعوا خوتي لي لايك والبارطاج. منين المغرب منين؟ كازا 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 المغرب ديما المغرب. انا من بورغون من بورغون. اش كتفرقع علي انت قلت لي وجده دابا في بورغون؟ واش بورغون الكلب هذاك واش حكايته؟ هذا الكلب دوبرمان وعلاقتك به الكلب هذا كلب ديالي تاع الناس الكلب ديالي كلبك ولكن ما عرفتش مالها اليوم شهلات شويه غنيت لها بنت بلادي وهي تشهل ما فهمتش كلبة هذه كلبة ياك طلعت لها شو دابا الصوت مزيان وشو كتعطرح وتداوي ناي ستوب ناي ناري على كلبة ناري صافي قلت لي الباب صافي مواقع والو مواقع والو توسويس اختي معليش نديموندي منك حاجه زعما ما توسوسيليش ما تزافيش علاش؟ زعما نديموندي منك حاجه برك هكا واخا سولني برك تابع لا انت قبل ما نسولك راكي زعفتي وتقولي ما تزعفش لا قلت لك سولني برك انا ما كنت ديري لي هكا وديري لي الكلب هكا انا ما ديري ديما ندير هكا على باليش ديما ندير هكا فوالا شغل الا قدرتي برك المهم كيما شفتوا هذه المروكيه طلعت في هذا اللايف مع هذو الجزائريين وعلى المباشر كانت مع الكلب تاعها ولا مع الكلبه تاعها المهم السلام مع الكلب عادي خوتي يعني باش تفهموا باللي بنات الخميسات كاينه منها خوتي وهذوك بناتهم اللي راهم يمارسوا مع الكلاب كاينه منها خوتي على بها نقوا العياشه الجزائر اي زيدوا تبعوا خوتي زيدوا المهم كيما راكم تشوفوا هادو هما رجال تاع زريبه الطاكوس هذا على خاطر شويه صرف من التيك توك رد روحها امراه وراه يلبس كيما نسا وتحول كامل كيما نسا وقاعد يرقص في التيك توك على خاطر شويه صرف كيما قلت لكم يعني هنا راه يتبان باللي زي كاين زوج نساء بصح كاينه امراه وكاينه مراه متحوله راكم فاهمين راجل متحول الى مراه خوتي راكم تشوفوا تبهديل ولا التبهديل ومن بعد يخرج العياشي يقول لك غادي ندخلوا الجزائر ونحاربوا الجزائر وندوا اراضي تاع الجزائر باش بهادو خوتي يجي يشطح في التيك توك هي ودي شويه صرف هي من بعدها يقول لك الجزائر الجزائر زيدوا تابعوا خوتي زيدوا 1 2 3 نبوسوا يدين لغوا محمد سيس ما يحكمناش رئيس 4 5 6 يحكمنا رئيس ومشي ملك سون 6 فيش تجيب الرعشه يا وتبيتك بالعشه وما خممتيش لو كان يعول عليك حق ربي غير تحكمك الدهشه الو صاحبي وي صاحبتي
كنجيب عليك رئيس الجزائر. شنو سميتو؟ قولي لي انت الاولى شنو هو مصدر رزقك نقول لك شنو سميتو ومن بعد نقول لا صافي بلا ما تقولي لي من بعد. هذيك هي سميتو مع استبدال البطاقه طبعا. المهم كما شفتوا معنا في هذا الفيديو الرد من الجزائريين على العيشة تاع زيد بطاكوس لان نهارهم الجزائر كما شفتوا مروكيات مراركه كانوا حابين يطاولوا على الجزائر على الرئيس على الجزائر على الجيش كما العاده خوتي راكم عارفين ديجا اللي جابوهم كانوا يتكبلوا مع الكلاب على بها يتنابحوا دائما الجزائر. المهم خرجوا فيهم هادو الجزائريين ربي يحفظهم ولاد بلادي على المباشر بهاد لهم قصف على المباشر خوتي. شفتوا مروكي كان باغي يدافع على بنت بلاده مين شاف الجزائري يقصف فيها بصح المروكي مين يشوف بنت بلاده في الخالي شو اسبانيا وكامل ما يدافعش عليها خليها تتمتع. مهم دخل شويه صرف الميميسيس بصح مين رد عليها جزائري غاضها الحال لان ركبتهم العبره مشيت الجزائر. يعني باش تفهموا خوتي الناس اللي هوك عايشين حياتهم على خط الجزائر هذا مكان كون يجي يسبهم اي واحد ما يهضروش معاه بصح كون يتكلم معاهم جزائري يردوا عليه. هادو هما العياشه خوتي عايشين مشيت الجزائر هذا مكان. المهم الرد هذا كان مناسب على العياشه باش يفهموا باللي حنايا رجال وحنايا دائما واقفين من اجل بلادنا ماشي نبوسوا نركعوا ونقولوا عاش وحنا ما نبيعوش خواتاتنا للخليج واسبانيا وكامل باش يتمتعوا بهم. هذه حاجه ما كايناش في الجزائر وحنا في بلادنا ما كاش الاماراتي يلعب بناتنا بالتالي ولا السعودي ولا هذه هي العياشين. نهار اللي تولي راجل وتحرس بتوم ليليه تاعك ولا خرج من الاستعمار اللي راك فيه لان لحد الان راك تحت الحمايه الخيرنصيه. قبل ما تهضر على الجزائر باللي خيرنصا وكامل كيما الشكي اللي راكم تهضروا لان الجزائر خرجت خيرنصا. خيرنصا ما تحكمش الجزائر. الجزائريين خرجوا خيرنصا بالدريع ماشي كيما نتوما اللي راكم تحت الحمايه جدودكم طالبوا الحمايه تاع خيرنصا وبسببنا حنا في جرتنا حنا استقلوا بزاف بلدان افريقيه بلا ما نزيدوا نتكلموا عليهم لان خيرنصا خلت كامل هذوك الدول وجات عندنا باش تبقى غير عندنا حنايا لان ما قدرتش للجزائريين. بصح في الاخير روم كامل هذا الشيء وحاربناها وضحينا بنفوسنا وخرجنا خيرنصا. جدودنا حاربوا والدم تاعهم راه مرسوم في الحدود تاع الجزائر ماشي كيما نتوما جودكم اللي باعوها وكان يحسوا تحت خيرانصا. لذلك في الاخير ما قواش اللي يديروا بهم اصلا زريبه ما عندهم حتى فايده في هذه البلاد ها خلوها تحت الحمايه وصاي هذا المكان وقعدوا يريحوا فيها الجنود تاعهم هي وهذه هي. المهم خوتي لي لايك البارطاج طلعوا لنا هذا الفيديو وصلوا خلوه يوصل لعيشه تاع زريبه الطاكوس باش تشوفوا الرد عليهم من الجزائريين. اللي ماش مشترك يهبط يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصلكم جديد خوتي. بالنسبه للجزء الثاني من هذا الفيديو راكم حابين نجيب لكم الجزء الثاني ما كاش مشكل نشوفوا الرد ايضا من الجزائريين على العيشه تاع زريبه الطاكوس. وايضا غادي نبداو في الرد عليهم بالاغاني المسروقه وكامل لان راني نشوف باللي العيشه بداو من جديد يسرقوا في الاغاني وبداو يسرقوا في التراث وكامل. ها لازم نواجههم كما العاده لازم نجيبوا لهم الاغاني اللي سرقوهم والتراث اللي راهم سارقينها وكامل لازم نفضحوهم كما العاده خوتي. هذه هي خوتي دائما رانا نهنا من اجل الدفاع عن الوطن. المهم لي لايك كما قلت لكم من بارطاج وصلونا الفيديو اللي ماش مشترك في القناه الاولى غادي تلقاوها في صندوق الوصف خوتي ما تنساوش كامل باش تشرفونا فيها. حساباتي الشخصية انستغرام تيك توك لاباشا فيسبوك غتلقون في صندوق الوصف. شكرا لكامل الناس اللي تبعوا معنا الفيديو حتى النهاية عطونا رايكم في التعليقات ان شاء الله نتلاقاو في حلقة جديدة. سلام.